شارك النائب ممدوح الصالح عضو البرلمان العربي في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي والتي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة. وقال الصالح في مداخلة هاتفية في نشرة سابقة إن اللجنة خرجت بعدة توصيات أبرزها عقد مؤتمر إقليمي لتسليط الضوء على واقع التشريعات المتخصصة بحماية المرأة من العنف، بالإضافة إلى إطلاق وثيقة التعليم العربي من مملكة البحرين في شهر أكتوبر المقبل. خرجت اللجنة بعدد من التوصيات، منها عقد مؤتمر إقليمي لتسليط الضوء على واقع التشريعات والقوانين لحماية المرأة العربية ضد العنف، بالإضافة إلى مناقشة ترتيبات إطلاق وثيقة التعليم في العالم العربي في شهر أكتوبر من هذا العام في مملكة البحرين، وكذلك المواضيع المرتبطة بجائحة كورونا. وبالعودة إلى المؤتمر لحماية المرأة العربية ضد العنف، طبعا سيتناول المؤتمر دور البرلمانات العربية في تعزيز حماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف، إلى جانب بالورد تصور واقعي وآليات إجرائية وتنفيذية تكفل حماية المرأة من العنف وتوفير بيئة قانونية رادعة بقوة لكل أشكال العنف ضد المرأة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة العنف ضد المرأة من خلال وضع إجراءات قانونية والخطط الوطنية الشاملة للتصدي لهذه الظاهرة.